تم فتح استعجالات طبية بخروبة، وهذا بإشراف والي ولاية السيد عيسى بولحية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد إدريس عباسة والطاقم الطبي، بعد ترميمها كليا وتجهيزها لتقديم خدمات صحية راقية للمرضى والتكفل الجيد بهم، كما تم تخصيص مبالغ مالية هامة للتأهيل والتجهيز. وقد شملت عمليات التأهيل والترميم قاعات العمليات مع رفع نسبة الاستيعاب إلى 50 سرير، وفتح مدخل استعجالات جديد للحالات الخطيرة. وخلال إشراف السيد والي الولاية على إعادة فتح مصالح الاستعجالات، أوصى الطاقم الطبي بالتكفل الجيد بالمريض، كما حث على حسن الاستقبال والتوجيه. بعد إتمام عملية الترميم التي شملت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية في تجديد التابعة لوحدة مستشفى شيكو فارا مستغني، وبعد رفع جميع التحفظات اللي كانت مسجلة، أشرف سيد الوالي اليوم على إعطاء أو أعطى قراره بأن يبدأ التشغيل بهذه المصلحة. إحنا بطبيعة الحال بدينا في التنفيذ القرار السيد الوالي، وغدا بإذن الله تعالى راح تكون جميع التجهيزات، جميع المصلحة كما تعرفوا الآن بمواردها البشرية والمادية راح متواجدة في خروبة، في مستشفى خروبة. الوالي لا برومي، لا توني سا بروميس، إلا نوزا أونكور برومي، مازال عطانا عاود دوت بروميس، قالنا قولوا لي واش خاصكم نعاونكم. دونك ديزون كو لا بال راهي عندنا كطاقم طبي وراهي عند الشعب ثاني. باسكو ليتيليزاتور سي انا وانت، باسكو انا كطاقم طبي بصح انا كنت ثاني مريض، دونك لازم ثاني الشعب يتفاهم شويه الوضعيه.